برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. مشرفنا النهاردة ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ خالد العوامي، مدير تحرير بوابة أخبار اليوم. صباح الفل أستاذ خالد، منورنا في صباح البلد. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على مشاهدينك. أستاذ خالد، النهاردة هيكون عندنا ومعانا مجموعة من الأخبار المتنوعة ليها علاقة طبعا بالشأن المحلي والعربي والدولي. اسمح لي نستهل جولتنا في صحافة النهاردة مع حضرتك والسادة المشاهدين. أشكرك أستاذ خالد. بهذا الخبر الهام، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الفريق حنان ولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لا سيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. وخلال الاجتماع سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في المجالات المختلفة، لا سيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانة السيد الرئيس السياسي على الساحتين الإقليمية والدولية. حقيقة زيارة بالتأكيد هامة بتأتي في وقت يعني دائما ما نصف سياسة مصر أستاذ خالد بأنها سياسة متزنة متوازنة منفتحة على كل الحقيقة دول العالم من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. وكنا بنتابع منذ أيام قليلة زيارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند ثم أذربيجان ثم أرمينيا. اليوم وإحنا بنتحدث عن العلاقات المصرية الموريتانية هنجد إن في رابط مشترك كتير، في توافق رأى أستاذ خالد مع بين موريتانيا وبين مصر في العديد من القضايا، إزاء القضية الفلسطينية اليمنية السورية الليبية طبعا باعتبارها يعني الحقيقة أمن قومي لكلا البلدين. بنجد أيضا أن في علاقات تاريخية بتربط بين البلدين، يمكن كان في نزاعات بين السنغال وموريتانيا في فترة 1989 وكانت بوساطة مصرية توصلوا الحل 1992 واتفاقية كانت هامة. أيضا في تعاون كبير جدا في المجال الزراعي، صيد الأسماك تحديدا، الثروة الحيوانية والعديد من المجالات. هذه الزيارة يعني حضرتك كيف تنظر إليها ودلالتها في هذا الوقت، خاصة وإن يعني مصر دائما يعني مهتمة جدا 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 بالشأن الأفريقي؟ أولا بشكرك على الاستضافة. شكرك. إن شاء الله نتمنى أن احنا نضيف حاجة تفيد الناس إن شاء الله. بداية لما نبص في الفترة الأخيرة للزيارات اللي أو التحركات الرئاسية الأخيرة اللي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، هي تحركات تمت بشكل واسع النطاق على المستوى الدولي وهدفها خلق مساحات نفوذ للدولة المصرية في عدد من دول العالم، بناء جسور ثقة وبناء جسور من العلاقات المتينة مع عدد من الدول، وتفتيح للعلاقات الدولية، الأمر اللي من شأنه بيزيد من علاقات مصر الدولية وتعاظم وجودها وحضورها الدائم في المحافل الدولية. يمكن شفنا الفترة الأخيرة الزيارات اللي قام بها سيادة الرئيس إلى دولة الهند، والحقيقة كانت زيارة هامة وكبيرة وهامة بشكل كبير جدا على المستوى الاقتصادي والسياسي. كان بعد كده زيارة ثالثة إلى دولة أذربيجان، ثم زيارة ثالثة إلى أرمينيا وهي زيارة تاريخية بكل المعنى. أول رئيس مصري زيارة تاريخية وكان لها مدلولات سياسية كبيرة. فهذه التحركات الدولية يعني تحركات بتعظم من دور الدولة المصرية. ولما نشوف اللقاء اللي عمله سيادة الرئيس امبارح مع وزير الدفاع الموريتاني، اعتقد ان جزء منها بيصب في هذا الاطار، هو خلق مساحات نفوذ للدولة المصرية في دول الاخرى. وما نقدرش نبص لهذه الزيارة بمنعزل عن جانب من التاريخ. العلاقات الموريتانية المصرية هي علاقات متواصلة عبر أزمنة متعددة على مر التاريخ، بترجع يمكن لما قبل الإسلام. مظبوط. للقرن الثاني الميلادي عندما انهار سد مأرب وقامت العديد من القبائل العربية بالنزوح عبر الأراضي المصرية إلى المشرق العربي وصولا إلى موريتانيا.
هذه الهجرة وهذا الأمر عمل جسور من التواصل بين الدولة المصرية والدولة الموريتانية على مر التاريخ، حتى إن كمان في طلبة أزهر كتير جدا يعني، وبالتالي يمكن كان في بالتأكيد إن في العديد من البعثات الدبلوماسية والبعثات العلمية والتعليمية، والطلاب جم إلى مصر درسوا في المعاهد والجامعات المصرية وبالأخص في جامعة الأزهر اللي خرجت الحقيقة مئات وربما آلاف الخريجين الموريتانيين. وبالتالي لما نبص لهذه الزيارة، هي زيارة، هذا اللقاء هو لقاء مهم، فلما نرصد أو نرصد جانب من الإرث التاريخي أو هذا السرد التاريخي بيكون أمر مهم جدا لبناء حاضر ومستقبل أفضل في العلاقات الدولية بالأخص مع موريتانيا. موريتانيا العلاقات معها ليست مجرد علاقات اقتصادية وعلاقات سياسية فقط، ولكنها أيضا علاقات أمنية وعسكرية، دول تجمع الساحل والصحراء بالتأكيد. وهذا التواصل خلق نوع من التوافق في الرؤى بين الدولة الموريتانية حول مجمل القضايا الإقليمية الموجودة على السطح. جانب مهم من اللقاء اللي تم امبارح ركز على جانب مهم، هو مكافحة الإرهاب. ومكافحة الإرهاب هو القضية الأبرز والأهم اللي بتشغل بال كافة الحكومات، خاصة أنه بيهدد أمن واستقرار المنطقة وبيهدد كثيرا من التواجد الآمن للمواطن العربي. في منطقة دول الساحل، هذه المنطقة بتشهد نشاط واضح وملحوظ للبؤر الإرهابية والإجرامية زي بوكو حرام، جماعة بوكو حرام، زي جماعة داعش، زي تنظيم القاعدة. فهنا في بعد نظر للدولة المصرية في كيفية تجفيف منابع الإرهاب، ليس في الداخل فقط ولكن أيضا في مناطق صناعة الإرهاب نفسها. هذا الأمر أيضا متعلق بالأزمة الليبية، لأن للأمانة تركيا بتدعم هذه الجماعات الموجودة في منطقة الساحل وتقدم لها دعم لوجستي ومعنوي وكبير جدا من أجل تصدير المرتزقة والإرهابيين إلى الدولة الليبية، وبالتالي هذا الأمر يؤثر على 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 الأمن القومي المصري. ده بيعكس إيه؟ الذراع الطويلة للدولة المصرية في محاربة الإرهاب، ليس في الداخل فقط ولكن أيضا في مناطق صناعته في خارج الحدود. وده الحقيقة جزء من الدور المحوري والريادي لمصر. وما زلنا في الشأن الأفريقي وننتقل لخبر آخر هام، حيث غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس إلى العاصمة السنغالية داكار على رأس وفد رسمي يضم وزراء الكهرباء والإسكان والنقل وعدد من ممثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية، وذلك للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا التي تستضيفها السنغال يومي 2 و3 من فبراير الجاري. وأكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة التي تركز بشكل أساسي على سبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الإفريقية، وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء. ما زلنا بنتحدث عن القارة السمراء واهتمام مصر، ومنذ تولي حقيقة مصر منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنجد يعني شكل آخر للعلاقات المصرية الأفريقية، ومنذ تولي مصر رئاسة الحقيقة الاتحاد الأفريقي في 2019، وهناك منح آخر مهم، ويمكن واحنا بنتحدث عن السنغال تحديدا بنفتكر زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسنغال في 2019، وبيليها زيارة للرئيس السنغالي ماكي سال في يناير ونوفمبر 2022 وحتى كمان زار العاصمة الإدارية الجديدة، وكان بيشيد بالمشروعات والاستثمارات القوية في مصر. ومصر لديها يمكن هذا الاجتماع معني أكثر بالبنية التحتية واللي بيخدم رؤية أفريقيا 2063، وفي العديد من المشروعات المهمة القاهرة كيب تاون، وفي العديد من المشروعات والربط. والحقيقة مصر لديها تجربة أستاذ خالد يعني يتحدث عنها الجميع في البنية التحتية ومشروعات طرق والنقل والسكك الحديدية. أهمية هذه الزيارة وتأثيرها من الجانبين المصري والسنغالي والعديد من الدول الأفريقية الحقيقة في التجارة كمان القادمة. بصي، هذه هي المشاركة المصرية في هذه القمة المنعقدة في السنغال، لا يمكن أيضا أن ننظر إليها بمنعزل عن التحركات المصرية الأخيرة على المستوى الدولي. هي تصب في هذا الإطار، في تحركات فاعلة للقيادة المصرية وللدولة المصرية على المستوى الدولي الحقيقة لافت وبيؤكد بعد نظر الدولة المصرية. هذه التحركات هدفها زي ما قلت خلق مساحات نفوذ، خلق مساحات مصالح، بناء علاقات وطيدة، دعم والدفاع عن المصالح المصرية، تقوية القوة الناعمة المصرية والقوة الخشنة أيضا في المصرية لهذا النفوذ الموجود في القارة الأفريقية. والملاحظ أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى السنغال هي زيارة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وسوف يلقي كلمة أيضا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الأمر بيمنح هذه المشاركة اهتمام دولي كبير على الصعيد الدولي، واهتمام كبير جدا وزخم الحقيقة لهذه المشاركة. كمان الملاحظ أن هذه الزيارة بتضم وفد رفيع المستوى، مجموعة من الوزراء مشاركين في هذه القمة، زي وزير النقل، زي وزير الكهرباء، وزير الإسكان، أيضا بتضم عدد من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الذين يمثلون القطاع الخاص، وهذا دلالة أخرى على أن الدولة المصرية تفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في قضايا التنمية والبناء والتعمير، ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى الأفريقي. مصر الحقيقة خلال الفترة الأخيرة استطاعت أن تقوم بدور فاعل في القارة الأفريقية، استعادت من خلالها تواجدها الحقيقي وتواجدها التاريخي في القارة الأفريقية. هذا التواجد القائم ليس على المصالح، على الاستفادة الفردية، ولكن قائم على المصلحة المتبادلة، قائم على مشروعات تنموية، الأمر الذي يخلق مصالح مشتركة من الصداقة والعلاقة، التجارة البينية، لأن جميع الأطراف مستفيدة، ما حدش بيشتغل على حساب طرف لوحده. يعني مصر لما تلاحظ أن مصر ترأست الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الأخيرة وبنت حققت العديد من الإنجازات وبنت الحقيقة علاقات قوية مع القارة الأفريقية. مصر ترأست مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي. مصر الحقيقة أطلقت منطقة التجارة الحرة الأفريقية. مصر استضافت مركز الفضاء الأفريقي أو وكالة الفضاء الأفريقية، آسف. مظبوط. مصر ترأست انتخبت لرئاسة الدورة الخمستاشر للجنة الأمم المتحدة ممثلة عن الاتحاد الأفريقي. مصر استعادت وجودها في المنظمات والجمعيات الأفريقية بشكل فاعل، واستعادت دورها الريادي في هذا الأمر. الحقيقة مصر يعني خلال هذا الرصد للتحرك المصري نستطيع أن نلحظ أن هناك تنامي واضح ونفوذ واضح للدولة المصرية في القارة الأفريقية، الأمر الذي يعود بالنفع على مصالح الدولة ويخدم مصالحها ويخدم زي ما قلت قوتها الناعمة وقوتها الخشنة. أكيد أستاذ خالد، والحقيقة إحنا لا ننسى دور مصر المهم في كل المحافل الدولية، وأنها كيف تتحدث باسم أفريقيا، وإزاي حققت انتصار كبير في مؤتمر تغير المناخ بشأن صندوق الكسائر والأضرار كمان، فهي الحقيقة على كل الأصعدة زي ما حضرتك أشرت يا أستاذ خالد. خلينا ننتقل مع حضرتك لخبر آخر بقى ليه علاقة باجتماع مجلس الوزراء بالأمس، والحقيقة إن كان فيه قرارات كتيرة مهمة، واحدة منها قرارات ليها علاقة بالبورصة المصرية. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن برنامج الطروحات في البورصة سيتم الإعلان عن تفاصيله عقب اجتماع الحكومة المقبل، وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن عدد الشركات التي سيتم طرحها في البورصة سيتجاوز 20 شركة، وأي شركات تطرح لأول مرة، وأوضح أن هناك مواصفات محددة للطرح في البورصة وطبقا لظروف كل شركة وطبيعة كل شركة، وبعدها سيتم الطرح. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع البنك المركزي لضمان استمرار خروج السلع والبضائع من الموانئ. كما أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أضفنا أنشطة استثمارية جديدة إلى نظام الرخصة الذهبية. الحقيقة أن كان في عدد من النقاط المهمة لخصها هذا الخبر، بالإضافة لي كمان حديث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن دعم قطاع التطوير العقاري، وأن رئاسة مجلس الوزراء كانت استمعت للعديد من الحقيقة المطورين العقاريين، وكان عندهم مشاكل، وكان أصدروا 4 قرارات يمكن من أبرزها ان يبقى نسبه الانتهاء من المشروعات كانت بتبقى لازم نسبه 90%، لا قللوها نسبه 85%، وكمان المده الزمنيه للانتهاء من المشروعات، لان طبعا مواد البناء كان فيها مشكله الفتره السابقه بسبب طبعا التداعيات والتحديات الازمه الاقتصاديه العالميه جراء العمليه الروسيه في اوكرانيا. ايضا بنتحدث هنا عن الرخصه الذهبيه، والرخصه الذهبيه الحقيقه يعني استاذ خالد الكثير ما يعول عليها في انجاز وسرعه وحوكمه ومرونه المشروعات وجذب العديد من الاستثمارات. بنتحدث عن يعني الشركات الطرح الاولي لاول مره بيتم طرحها، وكنا بنتحدث عن عدد شركات قليل، لكن رئيس مجلس الوزراء تحدث ان لا في 20 شركه، ويمكن الموضوع ده تم طرحه من 2018، لكن يعني الحكومه يعني كانت بتنظر فيه بشكل من يعني التأني كده نوعا ما، لانها طبعا اصول دوله فلازم يتم استغلالها الاستغلال الامثل. يعني خلينا كده سريعا استاذ خالد نعلق على هذا الخبر، ويعني اهم النقاط اللي حضرتك توقفت عندها وتاثيرها على جذب المزيد من الاستثمارات. بص، أنا من خلال قرايتي لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اللي انعقد، أنا في تقديري نحن أمام خارطة طريق جديدة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
نحن أمام خارطة طريق بتصنعها الدولة المصرية من أجل مواجهة التحديات الراهنة ومواجهة الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بها الدولة المصرية نتيجة الظروف العالمية الموجودة. هذه خارطة الطريق الحقيقة بتحدد لنا معالم وتوجهات الحكومة المصرية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والظروف الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. واضح طبعا في توجهات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة أنها سوف تفتح مزيد من المجال لمشاركة القطاع الخاص في بناء عمليات البناء والتنمية خلال المرحلة المقبلة. ولما نشوف رئيس الوزراء بيعلن عن 20 شركة سيتم طرحها في البورصة وهي من الشركات المملوكة للدولة وسيتاح فيها المشاركة للمستثمرين عدة أو مواطنين أو حتى مستثمر استراتيجي واحد إيجابي. أو حتى مستثمر استراتيجي واحد وليس هناك مانع أن يكون هذا المستثمر مستثمر أجنبي. فده كله بيؤكد أن هناك توجه لخلق مساحات أوسع للاستثمار إن شاء الله. ويمكن رئيس الوزراء رد على أن هناك بعض التخوفات الموجودة نتيجة أن يكون هناك مستثمر أجنبي في هذا الأمر رد أن هذا الأمر سوف يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وأن هذه المستثمر الأجنبي كل استثماراته بنسبة 80% لن تخرج خارج الدولة المصرية لأن هناك استثمارات أي مستثمر راغب في الاستثمار ورغب في تحقيق مكاسب هيلاقي البيئة المناسبة لي يعني الحقيقة طبعا الحديث في هذا الأمر بيطول أستاذ خالد لكن الحقيقة للأسف الشديد وقت يعني فقرنا يعني كان نفسي أتكلم عن حاجات كتيرة لكن أنا بشكرك على هذا الموضوع إن شاء الله يعني أكيد يعني مجال الاستثمار لكن في النهاية مصر احنا أمام مناخ آمن وجاذب للاستثمار بكل تأكيد كثير من الاستفادات بكل تأكيد ورب دايما يوفق بلدنا لكل القرارات السديدة السليمة اللي بيكون بتعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ خالد العوامي مدير تحرير بوابة أخبار اليوم. شكرا جزيلا يا فندم نورتنا. شكرا يا فندم. شكرا. بشكركم مشاهدينا على المتابعة. بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة لكن دلوقتي هسيب حضراتكم مع حكاية جديدة من حكايات النجوم اللي أثروا فينا وتركوا بصمة كبيرة جدا والفنانة الراحلة الجميلة شادية.